فكان الجواب: أي كريم درتيه في الشعر ديالك أو لا درتيه في اليد ديالك أو لا درتيه تحت الإبط ديالك، كلهم بعد 45 دقيقة كتلقاه فوق الكبد ديالك. فإذا كان مادة سامة، يا إما غادي يدمر الداب ديالك، يا إما غادي يتلفف بسميتو بالدهون وغيبقى يتزاد الإنسان في الشحمة ديالو، يا إما الجسم ديالنا غادي يقاومه بالماء وغتبقى تشوف الماء كتزاد في الكرش ديالك والماء كتزاد في الرجلين ديالك والماء كتزاد في واحد المجموعة ديال الأماكن، يا إما غياخذ لك من العظم ديالك ومن السنان ديالك ومن الشفار ديالك ومن الشعر ديالك، وغتلقى بأنه راه كيرمي والشعر غيبدا يطيح، السنان بقاو يرشاو، العظم يرشا، يعني الأوستيوبوروز وما إلى غير ذلك. خلال جولتنا بمتاجر بالدار البيضاء وتقصينا حول منتجات الكيراتين التي تحتوي على مواد خطيرة وخصوصا مادة الفورمول، اكتشفنا لجوء شركات مصنعة للكيراتين إلى استعمال الفورمول ولكن تحت أسامي علمية أخرى. استغلال طلب النساء المتزايد على الكيراتين قد يتطور إلى عمليات نصب، وهنا بالبيضاء وثقنا بيع مهاجرات من جنوب الصحراء لمواد مجهولة على أنها كيراتين طبيعية قادمة من السنغال. الأمر ذاته رصدناه في متجر لبيع مواد التجميل بالبيضاء، حيث عرض علينا البائع مواد مجهولة معبأة في قنينات زجاجية لا تحمل أي معلومات من قبيل تاريخ الإنتاج، المكونات وغيرها، ويزعم أنها كيراتين مأخوذة من قنينة ماركة معروفة. إن شاء الله وما في بحر تتوقع مصر أي حاجة فيها الملحة ستصل لك بعض البائعين الذين صادفناهم لا يترددون أيضا في بيع الكيراتين رغم وعيهم التام بخطورة هذه المواد. على حسب داك الماركه ديال الشين وداكشي ديال التخربيق، راه هذاك راه غادي ديريها ولكن غيفرع لك شعر ديزيان. تسني شي حاجه في شعرك ولا في راسك ولا في الجلد ديال راسك، خليك بريمو راه شي حاجه. الكيراتين ماشي شي حاجه، راه الكيراتين راه السم، راه بحال كديري السم عاجو من كيخدم هيك بلا الكمامه واللي كات ولا عيني حمرين وبرغر وضرب الحليب، كيشربوا الحليب ويشربوا الدواء باش يصيبوا الكيراتين. قال كاتي وهذه مزيانه وكديرها في الشيخ، مزيانه وكديرها في الشيخ. خلي بوزبال، بوزبال راه كاين يطيح لي شعرو كان باش تصح لي ما نديروش كاع ما نديروش بلا الله الا كنصح لك ما ديرهاش. انا نقول والله حتى كنصح لي عيالك يقول لي ما ديرهاش ما ديرهاش. قول اخويا ديجا درتها ومزيانه ولا خذ. الباعة ليسوا فقط من قد يتلاعبون بالزبون او يستغلون جهله، بل حتى بعض صالونات الحلاقه والتجميل. كاين عاوتاني شي محلات صالونات كي كما كنقولوا حنا كيقولوا ان نديروا واحد المنتوج اللي هو عادي، يعني منتوج اللي هو كنقولوا حنايا رخيص، وكيحاولوا يديروه في شي امبالاج، كيحاولوا يديروه في شي امبالاج ديال شي شركه اخرى وكيعمروه وكيخدموه للشعر. لكن كيف تدخل هذه المواد إلى المغرب؟ وهل تخضع لمراقبة المصالح المختصة؟ كاين واحد المواد عديدة اللي تدخل بصفة غير قانونية المغرب، ما تيدوزوش على الدوان، وتيكونوا بعض خطرات دي كريم ولا دي بوماد ولا دي لوسيون ديال الوجه ديال التجميل، وتنجبرهم انهم بيريمي او ممنوعين في بعض البلدان بحال مثلا فرنسا وامريكا، وتنجبرهم هنا في الاسواق مثلا في درب السلطان او مثلا في درب غلف، تيتباعوا بيريمي
ولا صلاحة لها. عرضنا المنتوجات مجهولة المصدر التي كنا اقتنيناها من متاجر بالبيضاء على محمد أحسين الأستاذ الجامعي المتخصص في الكيمياء. في الوقت اللي كنشوف أن برودوي بحال هذا الشكل هذا، أول حاجة كنفكر فيها هو واش مكتوب باللغة اللي أنا نقدر نفهمها، واش فيها العربية واش فيها الفرنسية، لأن اللغة العربية والفرنسية هما اللي داخلين عندنا في القانون 31.08 كيقول لك أودي بأن أي منتوج خصو يكون عنده واحد الملصق اللي فيه المكونات بالعربية، وفيه شكون المنتج بالعربية، وشكون لادات ديال الإنتاج ديالو، ولادات ديال البيرومبسيون ديالو. فهاد المواد بجوج كنلقى ما كاين لا لادات دو بيرومبسيون لا لادات ديال الإنتاج، وتقريبا كله بالإنجليزية. كيف يعقل أنه نستعمل مادة غريبة ومادة غير معروفة ونحطها مباشرة في الجلد ديالي، ونكون أنا السبب في الهشاشة العظام ديالي، في تساقط الشعر ديالي، في تساقط الحجبان ديالي؟ فلما كنجي نقلب على لا كومبوزيسيون هنا كتولي كنقول كنلقى بان كاينه لا كيراتين، وفي المقابل كنلقى لو دي تي ا. لو دي تي ا راه صعيب. لو دي تي ا واحد الماده كيميائيه اللي حنا كنستعملوها هنا في المختبر عندنا، وكنقولوا للدراري لما تكون كتستعمل لو دي تي ا خدم واحد البروبيبات وخدم وخدم وخدم، خص ما تقيسهاش بيدك لان مشاكلها كبيره وكبيره جدا. خطورة المكونات التي قد تحتويها بعض أنواع الكيراتين تفرض حسب محمد أحسين تعاملاً خاصاً. السبب مرتبط بوجود عناصر كيميائية تكون لها في بعض الأحيان تأثيرات عكسية. الفورمول لو دي تي غير هاد الجوج هادو كيخليوني أنني نهرب من هاد البرودوي اللي نستعمله، واخا يكون الثمن ديالو واصل لأغلى الأثمنة، لأن الفورمول لو دي تي ماشي مواد كيميائية اللي ممكن يتحملها الجسم ديال الإنسان وتحملها المكونات ديال جسم الإنسان. حتى ولو كانت مادة الكيراتين المستعملة معلومة المصدر وتحتوي على النسبة المسموح بها من الفورمول أي 0.20%، فإن استخدامها بصفة متكررة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. كنقول أنا خص الشعر ديالي يرطب، هذا صافي يدير بأنني كل مرة خصني نبقى نستعمله، وخاصة لما كيعجبني راسي النهار الأول كنشوفوا رطبوا لي النهار الاول، رطبوا لي النهار الثاني، رطبوا لي النهار الثالث، كنسى بانني كنحط النهار الاول الشيمي ونحط النهار الثاني الشيمي ونحط النهار الثالث الشيمي، وكل هذيك المواد الكيميائيه فين كتمشي. راه كنقولها لكم، بمجرد ما كتحط ان برودوي فوق الجلد ديالك عرفوا بانك بحال كليتيه، وبمجرد ما كتحطو تحت الابط ديالك عرفي راسك بحال كليتيه، وبمجرد تحطيه في اي بلاصه في الجسم ديالك عرفي بانك بحال كليتيه. 45 دقيقه ديك يخرب لك في القدة، 45 دقيقه ديك يرول لك في الذات ديالك. فحتى ولو انك خديتي اليوم وغدا وبعده، اليوم ما دار لك والو، نهار ثاني ما دار لك والو، ولكن كندير ان افي كوميلاتيف. اليوم حطيت شويه 10 ميكروغرام، بعده خديت 10 ميكروغرام، بعده خديت 10 ميكروغرام، واحد الوقيته غتولي عندي 1 ميليغرام، ولما تولي عندي 1 ميليغرام الاعراض غادي تبان لي في الصحه ديالي، لان لي في دو دوز ما كيبانش نهار الاول، كيبان نهار الثاني، نهار 17، نهار 21، وانت ما كتعرفيش بان راه الذات ديالك ولات ضعيفه سويت واحد الاستعمال ماشي ديال البارح، وانما الاستعمال اللي درتي هذه واحد العامين ولا 3 سنين. ذات الكيراتين بالفورمول ممنوعه هنا في المغرب، يمكن القوانين اللي جايه في السنوات المقبله غيتمنع الفورمول، حيت هاد الماده هادي خاصها تمنع، لان النتائج ديالها السلبيه ما كتبانش في 6 شهور او في عام او في عامين، كتبان على مده سنوات. يعني حتى كيضرب الانسان واحد 5 سنين ولا 10 سنين ولا 4 سنين ولا 5 ولا 7 سنين ولا 8 سنين تيقول لك راه مرض، راه جاتو، ما غاديش نبقاو حنا ديك الساعه نقلبوا بان راه بالفعل جاتو من لا كيراتين، ولكن لا يعني كاينه نتائج اللي كاينه كاينه أدلة اللي كتتأكد بأن بالفعل الكيراتين بالفورمول أنها مؤدية للصحة ديال الإنسان والصحة ديال الشعر. كل ما توصلنا إليه كان قد دفع دولا غربية عدة إلى منع تداول أنواع مختلفة من الكيراتين وتشديد ضبط عمليات الاتجار فيها وتداولها. الأمر وصل بالمكتب الفيدرالي للصحة العمومية إلى نشر تحذير على الموقع الرسمي التابع له، يكشف فيه خطورة استخدام الكيراتين والمواد المرطبة للشعر التي تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة